السلام عليكم عملائنا الكرام، معكم احمد من شركه جولد ماستر في دبي، وحصريا من اكبر معرض في الشرق الاوسط لبيع اجهزه الكشف عن الذهب والمعادن والفراغات والانظمه الامنيه واجهزه كشف المياه الجوفيه، والوكيل الحصري والمعتمد والمباشر لمصنع اوكي ام الالماني. طبعا اليوم راح نقدم لكم احدث واقوى طراز من مصنع اوكي ام لسنه 2023، وهو اصدار الدلتا رينجر. طبعا بيجي معنا بنسختين، نسخه اللايت وايضا نسخه البروفيشنال. خلينا نتعرف معكم في البداية على نسخة اللايت، بتدعم الأنظمة الاستشعارية بعيدة المدى، تعمل باثنين نظام اللي هو نظام الأيونيك ونظام البيونيك، وبيجي معها واحد سنسر وبيشغل النظامين. طبعا أيضا بيجي معها هاتف نقال، وأيضا تيجي معنا الوحدة الرئيسية بهذا التصميم، من ثم بتيجي معنا علبة الهاتف، أيضا سماعات رأس وأوراق الجهاز والكتالوج والضمان لمدة 5 سنوات. طبعا هذه بالنسبة إلى نسخة اللايت. وايضا نتعرف معاكم على نسخه البروفيشنال، هي بتدعم 6 انظمه، من ضمن هذه الانظمه النظام التصويري ثلاثي الابعاد، نظام الماجنتوميتر، النظام التيار الحراري، وايضا نظام المسح الحراري، وايضا نظام الايونيك ونظام البيونيك. طبعا في البدايه الوحده الرئيسيه بنفس التصميم مثل ما احنا ملاحظين، وايضا هاتف نقال لعمليات التحليل. بيجي معنا هذا السنسور الحجم الكبير، بيدعم 2 نظام في الجهاز اللي هو نظام التصويري ثلاثي الابعاد ونظام القياس المغناطيسي. ايضا بيجي معنا مثل ما احنا ملاحظين السنسور الصغير، ايضا بيشغل كمان نظامين في الجهاز اللي هما نظام الايونيك ونظام البيونيك، وايضا بيجي معنا السنسور الوسط لحتى يشغل نظام التيار الحراري ونظام المسح الحراري الخاص بالفراغات. طبعا بيجي مدرج معنا اضافه بنسخه البروفيشنال اللي هو اللابتوب لاجراء عمليات التحليل مثل ما احنا ملاحظين عمليات التصوير، وبيصل معنا عمق الجهاز ل 18 متر في باطن الارض. طبعا خلينا نتعرف معاكم على الانظمه وكيفيه عملها، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد اخواني الكرام لحتى نتعرف على الانظمه الموجوده في داخل الجهاز واليه العمل عليها. طبعا في البدايه راح نستخدم معاكم نسخه البروفيشنال لانها بتحتوي على 2 نظام اللي هم الموجودات في نسخه اللايت اللي هو نظام الايونيك ونظام البيونيك، بالاضافه الى 4 انظمه اخرى راح نتعرف ايضا عليهم. طبعا في البدايه بنركب السنسور الصغير، هذا بيدعم معانا او بيشغل نظامين الايونيك والبيونيك. نتعرف على نظام البيونيك في البدايه اللي هو نظام التيار الالكتروني، ايضا معانا نظام التيار الايوني اللي هو الايونيك، نظام القياس المغناطيسي او الماجنتوميتر، نظام مسح ارضي ثلاثي الابعاد او 3 دي جراوند سكان، وايضا نظام المسح الحراري اللي هو ثيرمو سكان، وايضا نظام التيار الحراري اللي هو ثيرمو ستريم، وايضا معانا الملفات اللي هي نواتج عمليات التصوير، وايضا معانا اعدادات الجهاز لو نتعرف عليها. الجهاز بيدعم 14 لغه من اهمها اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، معانا اللغه هون في الشاشه واضحه معانا، وايضا 2 بطاريه، بطاريه للهاتف وبطاريه للوحده الرئيسيه، وايضا مصباح الجهاز. طبعا نتعرف معاكم على الانظمه، معلومات عامه عن الجهاز مثل ما احنا ملاحظين اللي هو موقع الاوكي ام، مكان الصنع، ومعلومات خاصه بالجهاز. نتعرف معاكم على الأنظمة في البداية. نظام التيار الإلكتروني أو البيونيك اللي هو يستخدم لحفظ إشارة معدن معين في اتجاه معين، وفي حالات نادرة يستخدم للذهب الفريش الموجود فوق باطن الأرض لحتى يلتقطه بيلتقط إشارته. وأيضا معانا نظام التيار الأيوني اللي هو بيبحث عن الهالات الأيونية اللي حاصلة عن نواتج التفاعل بين المعدن والتربة الموجود في باطن الأرض أو الحقول الأيونية الموجودة عندي في داخل الأرض والفراغات. ايضا معانا نظام القياس المغناطيسي، هذا بستخدمه قبل نظام التصوير الثلاثي الابعاد لاجل ينظف لي منطقه البحث من المعادن الغير مرغوب فيها. طبعا هذا النظام ما راح يشغل معي على السنسور الصغير، فانا راح ازيل السنسور الصغير واركب السنسور الحجم الاكبر اللي بيشغل معي نظام اللي هو الماجنتوميتر، وايضا نظام المسح ارضي ثلاثي الابعاد. نركب السنسور، طبعا عملية التركيب مثل ما احنا ملاحظين هيك السنسور راكب معانا. الان بتفعل معي نظام القياس المغناطيسي، ومثل ما تكلمنا بستخدمه قبل نظام التصوير ثلاثي الابعاد لاجل اني انظف منطقة البحث من المعادن الغير مرغوب فيها، وايضا معانا نظام التصوير ثلاثي الابعاد بلتقط من خلاله عدة صور، في النهاية بيتكون عندي مجسم مثل ما احنا ملاحظين بتواجد فيه المعدن والفراغ، هذا الشيء راح نشرحه في اخر الفيديو ان شاء الله. وايضا معنا نظام المسح الحراري، هذا طبعا ما راح يشغل معي على السنسور الكبير، فانا راح ازيل السنسور الكبير واركب السنسور الوسط لحتى يشتغل معي النظام. فمثل ما احنا ملاحظين بمجرد ما ركبت السنسور بيشتغل النظام.
طبعا اخواني هذا النظام اللي هو عباره عن اشبه بالنظام التصوير الثلاثي الابعاد، بلتقط من خلاله عده صور. في النهايه بيتكون عندي مجسم بيكشف لي الفراغات الموجوده في باطن الارض سواء كانت كهوف او سراديب، وايضا في ميزه اضافيه اللي هو بيكشف حراره المعدن او الفراغ الموجود في باطن الارض. فالمعدن الموجود في باطن الارض لما يتعرض لعمليات التسخين بتتكون هاله حراريه حول المعدن، والنظام هذا بيكشف لي هذه الهاله. وايضا معانا نظام التيار الحراري، هذا مشابه للنظام اللي قبله، لكن الاختلاف انه هذا في نظام مماثل لللايف ستريم اللي هو التصوير المباشر، بكون عباره عن صوره مباشره وفي حال استشعر فراغ او هدف بيظهر لي على الشاشه الرئيسيه. طبعا هذه جميع انظمه الجهاز اخواني، باجمالي 6 انظمه. خلينا الان نشرح معاكم نواتج عمليه التصوير ثلاثيه الابعاد، خليكم معنا. رجعنا لكم من جديد اخواني الكرام لاخر جزئيه في هذا الفيديو وهي عمليه تحليل الصوره. طبعا مثل ما احنا ملاحظين في النهايه بتكون عندي مجسم له الوان، دلالات هذه الالوان اللون الاخضر اللي هو التربه والصخور الموجوده عندي في المنطقه، اللون الازرق الغامق اللي هو الفراغ الفعلي، وايضا معانا اللون الازرق الفاتح هذا هو الرطوبه الموجوده في المنطقه، واللون الاحمر اللي هو الهدف، واللون الاصفر الاشعاع الناتج عن هذا الهدف. طبعا خلينا نتعرف على بعض من عمليات التحليل. في البدايه معانا خيار مهم جدا اللي هو اختيار نوع التربه الموجوده عندي لحتى يعطيني الاعماق الصحيحه الموجوده. ايضا بنقدر نجري عمليات تحليل مثل ما احنا ملاحظين، مجرد ضغطت على الفراغ بيتقاطع عندي محورين وبيعطيني عمق الفراغ بالسنتيمتر اللي هو 264 سنتيمتر. طبعا لو اردنا انه نكبر الصوره شوي لاجل الوضوح، طبعا لو بدنا نعرف عمق الهدف مجرد ضغطة بيتقاطع عندي المحورين وبيعطيني عمق الهدف 3 متر و31 سنتي. الهدف الآخر بنفس الطريقة بيعطيني عمقه 2 متر و88 سنتي. أيضا بقدر أتحكم بحركة المجسم لو أردت أني أشوفه، بقدر أتحكم بالحركة بوضع حر مثل ما احنا ملاحظين، خيار الزوم إن والزوم أوت اللي هو التكبير والتصغير للصورة أو للمجسم، خيار أني أعرض المسقط بأكثر من جانب مثل ما احنا ملاحظين، واعاده المسقط للوضع الطبيعي. طبعا هذه عمليات تحليل بسيطه. لمزيد من الاستفسارات الرجاء التواصل على الارقام الظاهره اسفل الشاشه. كان معكم احمد من جولد ماستر.